شكرا للزميل الكريبي بن جابر المري، والشكر الجزيل لإخواني المذيعين والمعلقين المميزين في هذا المساء، سعد بن مثلع العتيبي، مطلق بن علي العنزي، وأيضا الكريبي بن جابر. وأتواصل مشاهدين الأعزاء معلقا وناقل على مسامعكم نتيجة هذا الشوط وللخمسة المراكز الأولى، بداية مع المركز الأول في هذه اللحظات لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، و اسمها مثيرة، المضمر صالح بن سعيد بن العرج المري يضمر ويتابع مثيرة اللي على المركز الأول، تليها جبارة على المركز الثاني أيضا لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، المضمر أيضا صالح بن سعيد بن العرج المري. ننتقل إلى المركز الثالث، الوجبة تتواصل على ثالث المراكز لهجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران المري. والمركز الرابع، التقدم الآن على رابع المراكز من حاملة الرقم 12 لهجن الشيحانية بسميها الدوحة، مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس أيضا لهجن الشيحانية واسمها مطير، أو هنا أيضا الغرور على المركز الخامس لهجن الشحانية، وبنسميها الشحانية اللي قادمة على المركز الثالث مع سلطان الوهيبي. ولكن مشاهدينا الأعزاء، الدوحة 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 والضبية وهجن الشحانية تسيطر على الثلاث المراكز الأولى في هذا الشوط. سلام هجن الشحانية، سلام سلام الشعار العنابي، سلام سلام سلطان الوهيبي، لله درك يا الوهيبي، لله درك يا الوهيبي على هذا التضمير المميز. الله يا الوهيبي، الله يا الوهيبي، وسلام هجن الشحانية، سلام سلام لمحبين هذا الشعار بقيادة الدوحة على المركز الأول. تنتزع مشاهدينا الأعزاء ناموس الشوط هجن الشحانية، وتهانينا على الفوز بالثلاث المراكز الأولى. المركز الرابع، انويعس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر فيصل بن طالب بن شريم. المركز الرابع أو المركز الخامس، الطيارة لسعادة الشيخ علي أو عبد الله بن علي آل ثاني، المضمر ياقوت الزبيدي، هي من احتلت المركز الخامس. أيها الأعزاء، هذه الدوحة تصل إلى خط النهاية قاطعة مسافة الشوط في 9 دقائق 34 ثانية 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ، أو تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، والتهاني لسلطان الوهيبي. المركز الثاني كان الوصول، المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء كان مع الضبية، 9 دقائق 35 ثانية 24 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشيحانية، والتهاني ايضا لسلطان الوهيبي. المركز الثالث الشيحانية، وتوقيتها 9 دقائق 37 ثانية 68 جزء من الثانية. تهانينا ايضا لهجن الشيحانية على فوز الشيحانية بالمركز الثالث، وتهاني للمضمر القدير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. شوط الختام مشاهدينا الاعزاء ينطلق، والكلمة فيه الى الزميل الكريبي بن جابر معلقا على احداث وتداعيات هذا الشوط المنطلق.